صور للمحطات اللي موجوده اللي اتكلمت عنها، غرب اسيوط، توسيع غرب دمياط، كهرباء الشباب، كهرباء 6 اكتوبر، محطه توليد غرب دمياط. ايضا بقى يمكن من اهم الموضوعات اللي يمكن ساعدت مساعده كبيره جدا، وسيادتك كان له دور كبير جدا في هذا الامر، اللي هو التعاقد مع سيمنز على 3 محطات عملاقه. اجمالي القدرات المركبه للمحطه الواحده 4800 ميجا باجمالي قدرات 14400 ميجا وات. تم الاتفاق، وسيادتك يمكن قطع عمليه المباحثات بتاع سيمنز، واستطعنا نحصل على اسعار اللي هي 6 مليار يورو. هذه الاسعار اللي عمرنا اشتغلنا بها قبل كده ولا هنقدر نجيبها بعد كده. هذه الاسعار بتعتبر بالمقاييس العالميه اقل سعر يمكن تم التعاقد عليه، مش في مصر بس وانما في اماكن العالم كله. القدرات دي دخلت حوالي 45 من كانت تقريبا 45 من القدرات المركبه وقت التعاقد، ودي برضو كان لها دور كبير جدا في عمليه التغلب الحقيقي على مشكله الطاقه اللي كانت موجوده في الطاقه الكهربائيه. المحطه هنا بتاعت بني سويف على حوالي 110 فدان، القدرة 4800 ميجا، انتهاء من دخول جميع الوحدات في حوالي مايو 2018. محطة توليد البرولوس على 250 فدان، تم دخول جميع الوحدات فيها في مايو 2018. محطة توليد العاصمة الإدارية، ويمكن دي تعتبر أكبر محطة توليد في العالم، 4800 ميجا وات، تعمل بتبريد الهواء. الباقي كله احنا كنا بنستخدم المياه في التبريد، لكن دي بتعتبر يمكن اكبر محطه في العالم في هذا بهذه القدره وبهذا النوع من التكنولوجي. يمكن احد الحاجات الممتازه اللي خرجنا بيها من هذا الكلام ان لما سيمنز اشتغلت في الموضوع ده ادخلت معاها شركات مصريه كشركاء مش سب كونتراكتورز، والحمد لله نجحوا نجاح باهر في هذا الأمر، واستطاعوا بعد كده هذه الشركات المصرية إنها تقدر حتى تاخد مشروعات في الخارج وتجيب سيمنز سب كونتراكتور لهم في بعض هذه المشروعات. تاريخ 24/7/2018 سيادتك افتتحت هذه المحطات العملاقة ب 14400 ميجا، ويمكن دي بتبين الصور في هذا الأمر. وطبعا كان في برضو في فترة لاحقة سيادتك عملت تكريم لجو كيزر اللي هو رئيس سيمنز في ذلك الوقت.